النهارده الصبح الحقيقه انا صحيت من النوم وانا قاعد بقرا الاخبار او بتابع الاخبار، عرفت يعني على ان واحده من البطولات الاولمبيه وواحده من البطولات الكبيره جدا جدا في النادي الاهلي جيانا فاروق. جيانا فاروق اعلنت اعتزالها للعبه الكاراتيه النهارده بعد مسيره انا شخصيا بعتبرها مسيره اسطوريه، لان تم التتويج في النهايه يعني بميداليه اولمبيه في الاولمبيات الاخيره، وبالتالي مسيره اسطوريه لبطله اسطوريه، وستظل دائما او سيظل اسمها دائما محفور في سجل اساطير الرياضه المصريه والكاراتيه والرياضه النسائيه بشكل عام على المستوى العالمي الحقيقه، مش على المستوى المحلي. النهارده فوجئنا الحقيقه بقرارها او قرار اتخذته طبعا النهارده الصبح باعتزال هذه اللعبة الرائعة، لعبة الكاراتيه، بعد 21 سنة اشتغلت فيهم جيانا على نفسها من النجاح ومن العطاء مع النادي الأهلي. طيب خلينا نعرف ايه سر هذا القرار من البطلة الأسطورية جيانا فاروق. جيانا يعني الحقيقة في مثل هذه الأمور أنا مش عارف أقول لك إيه، ولكن كلنا الحقيقة فوجئنا بهذا القرار صباحا النهاردة. يعني اولا خليني ارحب بيكي في قناه الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي، ولماذا اتخذت جيانا مثل هذا القرار الان؟ اهلا وسهلا بحضرتك كابتن، واهلا وسهلا بكل جمهور الاهلي. والله كابتن هو لا جيانا معلش تعالي يمين او شمال شويه عشان الصوت، معلش بعد اذنك. اوكي اتفضلي. انا بس بقول لحضرتك ان انا مؤمنه ان الحياه مراحل، وان يعني كل مرحله بتبتدي لازم تنتهي ونبدا مرحله جديده. انا بقالي كتير قوي معطله حياتي ومعطله شغلي بسبب الكاراتيه والتفرغ للتمارين، ويمكن الحمد لله يعني ربنا توج ده في الاخر بميداليه اولمبيه. فقررت اني اتجه بقى لحياتي العمليه شويه يعني كطبيبه صيدلانيه، وابدا بقى شغل في مجال الصيدله باذن الله. هنقول لك يا دكتور يعني بعد كده، مش يعني مش هقول لك يا كابتن، هقول لك يا دكتور. بحاول اجتهد والله. لا ربنا يديك الصحه يا رب ودايما تفضلي كده. لكن يعني كيفيه اتخاذ هذا القرار في مثل هذا التوقيت؟ يعني الحقيقه ان انت تكوني واخده ميداليه اولمبيه، الكل كان بينظر على ايه اللي هتعمله جيانا خلال الفتره اللي جايه، يعني خدتي القرار ده امتى؟ ازاي انت قلت لنا او بتقول لنا ازاي ان انت عايزه تهتمي بالنواحي او بحياتك العمليه يعني، فامتى خدتي القرار ده يا جيانا؟ والله يا كابتن هو طبعا كان قرار صعب بالنسبه لي، اخذ مني شهور يعني. انا من ساعه الاولمبياد في شهر 8 اللي فات وانا بفكر في الموضوع ده، ما كنتش قادره اخد الخطوه خالص. يعني 21 سنه من عمري بمارس فيهم رياضة الكاراتيه، حياتي كلها وتعلقي بالرياضة زي دي كان كبير جدا جدا. قعدت يعني من شهر 8 اللي فات بفكر في القرار بتاع الاعتزال، هل اعتزل؟ طب لا لسه شوية. بس يعني قررت ان يعني الحمد لله هو ربنا اداني اكتر مما استحق بكتير في اللعبة بتاعتي، والحمد لله برضو ربنا يعني توجني ميداليه اولمبيه في الاخر. فحبيت ان انا يعني زي ما بيقولوا كده اختتم مشواري وانا اون ذا توب على اللعبه يعني. فحسيت ان ده انسب وقت يعني لو هعلن اعتزال. طيب يعني كيف نستفيد بقى من جيانا خلال الفتره؟ انا عارف ان انت عايزه تتجهي شويه، او انت زي ما انت قلتي انت عايزه تتجهي شويه لحياتك العمليه، ولكن في النهايه اعتقد ان انت اصبحتي مثل لبنات مصريات كثيرات، يعني شايفين فيكي بطله اولمبيه. وصلت للاولمبيات وخدتي ميداليه كواحده من السيدات اللي دايما الحقيقه بيعلوا اسم مصر. يعني هتعملي ايه بقى الفتره الجايه برضو علشان الفتره دي خلي بالك انت اصبحتي مثل كبير جدا لكثير من سيدات مصر او بنات مصر يعني. ربنا يخليها يا كابتن. والله يعني انا يمكن الفتره اللي فاتت من ساعه الاولمبياد والفتره اللي جايه كنت بدات ادي توكس، بتكلم مع الناس عن اهدافهم وعن ازاي يوصلوا لها وازاي يحققوا الحاجات اللي هم عايزينها. بحاول انقل لهم خبرتي البسيطه في حته زي دي. هتجه برضو اكتر في الفتره اللي جايه للمجال الاداري شويه برضو بالنسبه للرياضه. يعني لو في مثلا مشاريع ليها علاقه بالرياضه مثلا او تنميه الرياضه في الدوله،
اي حاجه طبعا تخص الكاراتيه هكون طبعا تحت امرهم في اي وقت. يعني كان نفسي ان انا طبعا اكون متواجده في مجلس اداره النادي الاهلي في الانتخابات اللي فاتت، بس لولا ظروف سفر يعني خلال الكام شهر الجايين مش هبقى متواجده اصلا جوه البلد لفتره. فيعني اتمنى ان في الانتخابات الجايه باذن الله تشوفوني. يعني ربنا يوفقك يا رب، ويعني دايما اللي زي جيانا يا جماعه بنبص لها زي ما قلت لحضراتكم ان هي مثل كبير جدا لكثير من سيدات وبنات مصر الحقيقه، لانه شفنا هي عملت ايه وجابت ميداليه لبلدها ولناديها، وستظل دائما خلال الفتره اللي جايه الحقيقه متواجده باسمها وحتى بالفعل خلال الفتره اللي جايه. هل من الممكن ان يكون في شيء مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه يا جيانا؟ شيء زي ايه؟ يعني تدريب من الناحيه الاداريه زي ما انت اتكلمتي، ان هل من الممكن ان تدخل الاهلي او المنتخبات الوطنيه يعني؟ والله انا تحت امر النادي في اي وقت، يعني انا دايما بقول ان النادي الاهلي ده بيتي وانا اتربيت فيه، وانا تحت امرهم في اي وقت احتاجوا مني ان اكون طبعا متواجده في جهاز فني او اداري عمري ما هتاخر، احتاجوا ان انا اكون موجوده معاهم في الاتحاد برضو عمري ما هتاخر. يعني طيب اخيرا لو عايزه توجهي رساله بقى لجمهور النادي الاهلي من خلال شاشتك وشاشه قناه النادي الاهلي. طبعا حابه ان انا اشكر جمهور الاهلي على مساندته ليا في طول فتره لعبي وعلى دعمهم المستمر وعلى تشجيعهم ليا دايما. يمكن انا بقول ان اللي بيكمل فرحه المكسب انك تلاقي ناس فرحانه بالمكسب اللي انت عملته، وان الناس في ناس متابعاك وفي ناس شايفاك وفي ناس اتبسطت. ويمكن انا تابعت تعليقات ناس كتير قوي من جمهور الاهلي بعد الاولمبيات اللي فاتت، وحقيقي كانت من احلى التعليقات اللي مرت عليا، ويا رب اكون انا قدرت افرحه. انا بشكرك جدا جدا البطله الاسطوريه الحقيقه جيانا فاروق، بتعلن اعتزالها رسميا من خلال شاشتكم شاشه قناه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا. نتمنى لها يا رب كل التوفيق سواء في حياتها العمليه، وخلي بال حضراتكم النادي الاهلي دائما ما يسعى ان تكون دايما ابواب النادي الاهلي فيها مثل هؤلاء الكوادر او مثل جيانا فاروق ومثل كثير من الأسماء اللي حضراتكم بتسمعوها، إن شاء الله يكون لها دور ودور مهم خلال الفترة القادمة مع النادي الأهلي ومع بلدها إن شاء الله.